ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا إله إلا الله، الله جل جلاله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والنهاردة فيديو جديد هنفرجكم من الفراخ الهندي، الدجاج الهندي والرومي. الرومي ده هوت عنده شهرين، الرومي ده عنده شهرين كبر زي بسم الله ما شاء الله. والفراخ الهندي دي عندها شهرين ونص. الرومي بيكبر كتير، الرومي بيكبر اكبر من الفراخ، يعني ده عنده شهرين وده شهرين ونص. بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. رحت حطهم مع بعض بقى لانهم كانوا في السلكه صغيرين، السلكه صغيره عليهم وصغيرين مش عارفين يكبروا، رحت جايباهم هنا. بصوا دي كبيره، الصبح مأكلهم اكل البيت، رز، حاطه لهم رز على غله على تشيشه، ودلوقتي علف على رز مطرح ما اكلنا. ونحط لهم بسم الله ما شاء الله. بس وكل مدى نكنس لهم الكشك ده، هو كشك خشب واطي كده بدفى وجميل. وفي صحة الشمس بنحط كراتين عشان الشمس نخاف عليهم من الحر. بس بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دلوقتي نجيب لهم مية، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الدجاج الهندي يبقى له عرفه صغنن خالص كده الجيك، ويبقى عالي الجيك. اما البلدي طبعا بيبقى العرف بتاعه كبير. بص العرف دي ايوه هو ده ديك هندي، اما دي دجاجه وده رفع ديك هندي، يبقى العرف بتاعهم صغير الهندي. اما البلدي يبقى العرف كبير. ودمت الرومي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بانوا اهو من البلحه من البربور بتاعها. بنقولوا عليه بربور اللي فوق البلحه ده، هي بص كبيره ازاي اهو. دم بسم الله ما شاء الله، ده قرين اهو، على ما اظن ده قرين وثلاث نكيات، ما هم فوش العدو خمسه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بنقطع لهم بصل، بنقطع لهم ثوم. الصبح بقى على اكل البيت على كل بصلايه، على رستو، يعني الرستو مش كل يوم، مرة في الأسبوع ولا كده، لكن البصلاية كل يوم بيحبوا البصل، لو إن البصل غالي. بس مش مهم، يلا هعمل إيه؟ نقطع لهم بصلاية بس حتت صغننة كده، تفتح نفسهم على الأكل وتنعنشهم كده، تفرفرهم وتخليهم جمال. لكن هما الرومي والفراخ دي لحد شهر يقعدوا ياكلوا بادي صافي، بعد كده بقى ننوع لهم بقى اكل البيت على. بس بنعشيهم والله لحد الان علف اهو. بص اهو حاطه لهم علف، حط لهم علف، طبعا العلف يخليهم يشربوا ميه كتيره، واكل البيت بيبقى فيه ملح، اكل البيت بيبقى فيه ملح، بيبقى جميل. هما محتاجين للملح، يعني زينا زي احنا ما بناكله في الملح، الملح بتاعنا بسيط كده، بيحبوا برضو بسيط. فطبعا بنحط له باكل البيت سواني بطاطس تزيد، سواني سمك تزيد، اي حاجه، كل ده فيه ملح كويس ليه، بيحبوا ملح قليل مش كتير، يعني زينا في الاكل كده. تنضف معدتهم، الملح ينضف معدتهم ولصحتهم كويس، لكن اكتر من كده لا ما ينفعش. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فرخة